انتي نصبي بدي او النظام اش راه يدير النظام الفاسدي اش راه يدير او النظام بالتفليقه الفاسد النظام بالتفليقه اش راه يدير باستقلال انا هو الاستقلال من اجل الشباب الحراق اللي يموت في الحباس من اجل الشباب اللي يغادر بلاده للضفه الاخرى لو هذا الشباب لقى الخير في بلاده واش يدير بلاد الناس سما جيل ما هو عاش في الجزائر ضيعونا صراحه نحن ضد المنظومه الفاسده ككل اخويا رانا هنا ضد المنظومه الفاسده ضد الحكم الفاسد ضد الحزب الواحد ان شاء الله تغيير ونظام جديد ان شاء الله فيها خير الجزائر يعني راهي في انسداد سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي في كل المجالات لازم الجزائر تخرج من هذا الانسداد هذا والانسداد هذا مش حتخرج منه الا لكان كانت الاراده السياسيه الرشيده تسمى الاراده السياسيه الرشيده هذه منين تجي؟ تجي من قرار الشعب قرار الشعب كي قرر الشعب انه ينتخب رئيس والرئيس هذاك يعني كما نقولوا يغير حال البلاد تكون فيها اراده سياسيه ويكون فيه تغيير شامل للمؤسسات الجزائريه طرق كيف الجزائر كيفاش من المؤسسه الاولى اللي تكون راح تكون المؤسسه يعني الام الجزائر هي مؤسسه القضاء مسانده حركه مواطنه التي تدعو الى توحيد الصف الجزائري من اجل بناء دوله القانون لكن الفكره تاع المواطنه فكره مقبوله يعني بالك تكون حس جديده من الجاي معليش ما حضرتوش معليش اللي ما قداش معليش وحتى اللي قدر وعنده شكوك معليش ما مقبوله منه المهم ماهوش باش تتحضروا واقفين في طرق الاخر المهم الانسان يكون عنده راي في حياته والراي هذا ماشي ليه برك ليه ولاده راح يكون عنده عندنا امباكت على ولاده ضد العهده الخامسه ضد العهده العار اللي يقوم بها العصابه المتواجده في الجزائر تحت غطاء السلم وغير ذلك وما يتشدقوا بهذا الكلام كونهم يخوفوا في الشعب ايوه الشعب الجزائري ايوه الشعب الجزائري المستقبل ليك كاين رجال راهم يخدموا والجزائر ان شاء الله المستقبل ليك ما يغرك حتى واحد وحذاري من الياس وحذاري من القنوط المستقبل للشباب الجزائري داو الملايير المليارات تاع الجزائر داوها للخارج المكاسب تاع الجزائر داوها للخارج القضيه الجزائريه يدافعوا عليها بشكون يجيبوا لنا لانيفرسير تاع اردوغان يجيبوا لنا انجيلا ميركل يقولوا لها معليش حنا نقبلوا الحراقات رجعيهم لنا يداووا في الخارج يداووا في الخارج اللي يدي زمرتو تزيد لا بوتفليقه ما شكاش بنفليس هذاك الوزير الاسباني لو كان عندنا عداله في البلاد ما يروح السي بوقزوحه يشكي بخالد نصار في سويسرا ما كان خلاو الجزائريين يتمشاو بطريقه سلميه في الجزائر ما عندنا علاش حنايا نروحوا نوقفوا امام السفاره اللي مشريه بالدراهم تاع الجزائر هاد الملايين هادو واحد ما خرج لينا كش ما خرج لكم واحد ولا والو ما كان عنف ما كان والو حنا ما رحناش هضرنا في البرلمان الاوروبي ولا رحنا هضرنا في البرلمان اللندني رانا في السفاره الجزائريه والبلدان هذه اللي هما يحبوها لاولادهم باش يقراو فيها ويديروا فيها لي زافير الخارج مليح هما يبروفيتيو منه انا حبيت نقول حاجه برك يعني كاين واحد الخطاب في الجزائر ماشي على الساده كلها في الجزائر يخوفوا به الناس في اي حركه يخوفوا به هذا ارهاب هذا ما يبانش واش هم حبوا يعملوا هذيك واحد الناس خارجيه امور هذه تدويل شوف انا نقول لكم حاجه الشعب هذا ما كانش اطيب من الشعب الجزائري